هذا؟ مو بقى الساعة بقى 9، أنت اهدى، أنت نايم على الفرش بالجزمة. صباح الخير يا سليمان مهر. صباح النور. معلش أنا ما حسيتش بنفسي. معلش معلش، يلا فرفش كده وقوم بقى وخد لك دش عشان نشوف هنفطر ايه. معلش الست التلاجة عندي ما فيهاش أي حاجة، لأني سيحت التلج اللي فيها. نحن هنلبس ونروح نفطر بره. أحسن برضه، أهو نغير جو. وفي الوقت نفسه بقى تحكي لي بالتفصيل إيه اللي حصل. مفيش شامبو يا سليمان بيه. شامبو؟ بيه الشامبو، ما أنت شايف راسي، شعري ما يستحملش الشامبو. ده في صابونة حتى. أهي عندك أهي. دي بروة. أيوه هتقضي وسلامة، هنحلبس بقى عشان ننزل. صباح الخير يا استاذ سليمان. حماده بيه صاحب؟ ايوه صاحب. اه ايوه في لا مفيش حاجه، بس الست نونا بعت معايا شويه حاجات ليك. حاجات ايه؟ يعني شويه لبس نظيف، على شويه حلل، على شويه اطباق، على شبشب حمام، حاجات كده يعني. وهي الهانم فين؟ مستنيه تحت في العربيه. اطلع اطلع اتاكد اذا كانوا موجودين ولا نزلوا. الحمد لله لقيتكم موجودين. هنزل اخلي البواب يشيل معايا الحاجه. لا يا امل معروف، انا مش عاوز البواب ده، انا مقاطعه ما بكلموش، ده هو الطماع، عاوز كل شويه في ايده فلوس، انا ما بتعاملش معاه. مش مشكله، اشيل انا الحاجات بنفسي. خلاص بقى حماده، مفيش داعي للنزول ادام الفطار جانا لغايه عندنا. وبعدين هننزل نروح فين على الصبح؟ هيقعد 100 واحد معانا، لا هنعرف نتكلم ولا هنعرف ناكل. يا سلام على ماما نونا، دي اختراع، ربنا يخليها لك. بقى يا راجل في حد يبقى عنده ماما نونا ويروح يتجوز؟ كانت جوازة منيلة بستين نيلة، عملية نصب رسمي ولا في الأفلام يا سليمان بيه. أنا بعد ما طلقتها قعدت استرجعت الشريط في دماغي، لقيت إنها كانت خطة محبوكة جدا. الست دي دخلت عليا وفي دماغها حاجة واحدة، المحل. محل إيه؟ المحل بتاعي. ماله؟ خدته، استولت عليه النصابة الحقيرة. خدته منك ازاي يا مجنون؟ عملت لك ايه عشان تاخد المحل؟ وانت سيبها كده؟ ما تبلغ عنها البوليس ياخدوها. ابلغ البوليس اقول له ايه بس؟ المحل باسمها بيع وشراء رسمي. بيع وشراء؟ دي حكايه ليها العجب والله. الحاجات يا احمد بي، حطها جوه على جنب يا سيدي. حمادة بيه، نونا هانم بتقول لو في هدوم وسخة ممكن ناخدها نغسلها وننضفها ونجيبها لحضرتك تاني. الشنطة على السرير جوه يا سيد. تعالى معايا يا سيد. هي دي الشنطة بتاعت حمادة بيه؟ ايوه هي. وخد دي كمان معاك يا سيد. البوجة دي بتاعت حمادة بيه؟ لا دي بتاعتي أنا. هتتغسل وتتكبر مرة وسلم لي على الست نونا كتير قوي. ماشي ماشي. بقول لك يا سيد. خد الجنيه ده عشان فلوس. انا لما بخدم حماده بيه ولا بشيل له حاجه ولا بدي له حاجه عشان بحبه مش عشان فلوس. يا خد اشرب لك كوبايه شاي. وهو الشاي بجنيه النهارده؟ شاي ب2 جنيه. ب2 جنيه؟ ليه هتشمط في عيلته ولا ايه؟ طب اخويا مع السلامه، سلمي على ست نونا كتير. مع السلامه.